انا شفت اتوقع انه نزلت صوره مع اخوانك، الله يحفظهم لك يا رب. الله يشفي ويكفي جرحك. ترتيبك بين اخوانك هذول؟ انا طال عمرك اكبر واحد. الكبير. الله وانت كبير. عليك الكبير الله سبحانه. ابي اشوف لك مقطع، خلينا نشوفه مع الساده المشاهدين، وايضا هو في جانبك الشخصي، خلينا نشوفه مع الساده المشاهدين. هنا عندنا محمد، طلعوا لنا يا جماعه الخير. الربع شوفوا تعال شلها، تعال هنا شوش عليها انت، لا تنزلها عندي، تعال شلها شلها، ورهم ورهم ورهم. قرب قرب قرب، تعال هنا. السلام عليكم. الله شكرا فكر. علاقتك مع اخوك الصغير الله يحفظه، جميل زيك ما شاء الله تبارك الله. علاقت في علاقه، شوف احنا اكيد اخوك، لكن في علاقه وضحت للساده المشاهدين انه في علاقه حلوه لدرجه ان عبد الله اسمه احمد الله يحفظك، سميك سميك عبد الله، عفوا احمد، متعلق كثير بمحمد لدرجه انه في البرنامج توقعنا، وصلني انا من مصادري انه ما وايد انه ما يبيك تطلع، او عفوا انه يكاد انه يقول لهلا هو ابوك انه ما ابغى يروح مع ابوك، ما يبي يروح، ما يبي يروح يوم جاء. الله الله، وش اللي صنع العلاقه هذه؟ عاده تعرف الاخوان تلاقي في بعضهم عادي شخص، لكن في تعلق، احمد تعلق فيه كثير. انا والله يا احمد ابشرك طال عمرك، اخواني احاول قدر الامكان اني اكون قريب منهم، اي وانهم يمنون علي بزياده. ما تصانع حاجز الاخ الكبير ولا لا يا رجل، كبير الله سبحانه وتعالى، وهم كلهم في عيونك برضو.